في كلام منتشر كده يعني والله أعلم عن مدى مصداقيته اليومين اللي فاتوا عن إن في تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القليلة القادمة، ويقال إن درجات الحرارة ممكن أو من المتوقع إن هي توصل ل 35 درجة. فطبعاً كان لازم نعرف تفاصيل أكتر لأن الموضوع ده مهم. معانا على التليفون دكتور محمود شاهين وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم أستاذ نهوان، صباح الفل عليكم. صباح الخير يا دكتور. الكلام ده اشاعات ماليه البلد يا فندم ولا دي حقيقه متوقعه الايام اللي جايه ان شاء الله؟ لا يا باشا انت مسحران دلوقتي يا استاذ كريم. انا بس بنقول اللي اتسمع، يعني الكلام ده مش حقيقي ولا ايه؟ لا كلام حقيقي طبعا، الجو حر واضح. لا انا بتكلم موضوع انها توصل ل 35 درجه الايام اللي جايه. لا هو 35 يعني هي 33 بس احساسنا بيها مش هتبقى بعيد يا فندم. 3 ل 5 يعني مش هتفرق كتير يعني طبعًا. هو طالما عندنا ال 30. طب وده عادي، ده منطقي في الوقت ده من السنه؟ طبعا حضرتك احنا في نهايات فصل الشتاء، فاضل لنا 10 11 يوم. ودايما نهايات الفصول زي ما بقول دايما بتبقى فيها تقلبات جويه لان انت داخل على فصل تاني بتوزيعات مختلفه. طبعا فصل الربيع فصل تغيرات وتقلبات جويه حاده وسريعه بتنشا فيه المنخفضات الخماسينيه اللي بترفع درجه الحراره بشكل قياسي على جمهوريه مصر العربيه، وبيصاحبها نشاط رياح واثاره اتربه. وزي ما بنقول ان اعلى درجات حراره بتتسجل في السنه في الربيع اللي هو بعد الشتاء على طول، يعني شوف حضرتك بقى التقلبات الجويه بتبقى عامله ازاي، من انخفاضات من اقل درجات حراره في الشتاء في السنه لاعلى درجه حراره في السنه في الربيع. فطبعا التوزيعات الضغطيه بتتغير بشكل كبير، وبيبقى في ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره بشكل سريع. كمان بنلاقي الموجه الحاره بترتفع بشكل كبير يتبعها على طول انخفاض شديد وملحوظ في درجه الحراره. دي عمليه بسطره يا فندم اللي حضرتك بتتكلم عنها. بالظبط، هو للاسف هو ربيع مصر كده. بس دي بتبقى من موجتين لثلاث موجات في الشهر يعني، فمش طول الشهر، انما بقيه الشهور او بقيه الشهر بتبقى الاجواء الربيعيه المستقره، الطقس الجميل بتاع مصر في الربيع برضو. بس ده بيبقى يعني زي ما قلت لحضرتك الموجات دي بتكون من منخفضين لثلاث منخفضات في الشهر في الثلاث شهور بتوع الربيع. يعني ده اللي احنا فيه دلوقتي يعتبر منخفض صحراوي برضو. ما انا برضو عايز اكلم حضرتك على اليومين اللي جايين دول، هل من المتوقع حدوث اي شيء مثلا تجدر الاشاره ليه او لازم ننوه عنه عشان نحذر الناس؟ طبعا حضرتك النهارده وبكره الناس لازم تاخد بالها انها مش اجواء شتويه خالص. دي تعتبر موجه من موجات فصل الربيع، منخفض موجود في الصحراء الغربيه بيجلب كتل هوائيه. طبعا هو كان قبل كده في اليومين اللي فاتوا كان في ليبيا ورفع درجات الحراره هناك بشكل كبير. دخل على جمهوريه مصر العربيه خلال الساعات القليله اللي فاتت، رفع درجه الحراره بشكل كبير جدا في المنطقه الغربيه، سيوه، السلوم، مطروح، سيدي براني، هذه المناطق مرتفع فيها درجه الحراره دلوقتي، ومع نشاط رياح مثير للاتربه في هذه المناطق، ووصلت يعني الاتربه العالقه لسماء القاهره. يعني احنا الاجواء دلوقتي فيها تراب كده، تحس ان في تراب في الجو، بقلل الرؤيه شويه، وفي نفس الوقت تحس ان ريحه الهواء فيها تراب. فاحنا دي اللي بنسميها اتربه عالقه، لو في هواء ونشاط هواء بيقلب على طول لرمال مسار. ففي الجوين سواء رمال مسار او اتربه بنخلينا نقول للساده المواطنين طبعا اصحاب الامراض الصدريه والجيوب الانفيه والتنفسيه من في الاماكن المفتوحه والمكشوفه بقدر الامكان ما نتعرضش لهذه الاتربه بقدر الامكان. طب ممكن اسال حضرتك عن محافظه معينه يا دكتور؟ الاقصر اخبارها ايه؟ يعني هي الاقصر الكتله الهوائيه مأثره على الجمهوريه كلها، فتعتبر مدينه الاقصر في جنوب مصر بتتاثر بارتفاع درجه حراره اكبر نظرا لطبيعتها الصحراويه. يعني هناك هنوصل لكام مثلا اليومين الجايين؟ لو قلنا النهارده القاهره 30، فالاقصر النهارده ما بين 33 و34، بكره القاهره 33 عظمى، الاقصر واسوان يعني الاقصر تحديدا بتصل درجه الحراره فيها من 35 ل 36. لا خلاص تمام 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 جدا. لا يعني لما نقول القاهره 33 اكيد ما تساليش عن الاقصر. اكيد اكيد اكيد. لا هو يعني خلاص، هو كل سنه واحنا طيبين طبعا، الشتاء انتهى ويمكن جه اسبوعين على بعض لو حسبنا يعني ايام الشتاء، وده طبعا مش مألوف، خلينا برضو نبقى صرحه. بس انا اخر سؤال لحضرتك، هل كده احنا بنتكلم دكتور محمود ان الصيف القادم ممكن يبقى شديد الحراره بشكل يعني مبالغ فيه، ولا مش انديكيشن او مش شرط؟ بص حضرتك استاذ نهوان، هو احنا فاضل لنا زي ما بنقول حوالي 12 يوم او 11 يوم على نهايه الشتاء. درجه الحراره اولا مبدئيا هتنخفض بشكل سريع مع نهاية الأسبوع. يعني الارتفاع اللي احنا شايفينه ده ارتفاع مؤقت. هترجع تاني درجة الحرارة ل 23 و22 درجة مع نهاية الأسبوع جمعة وسبت على القاهرة، ودرجة الحرارة بالليل اللي احنا يعني بالليل النهاردة وبكرة بالليل
الاقي الجو جميل جدا وحاجه 15 16 17 درجه. بس هنرجع تاني ل 11 و10 درجات. بس هو ايه ده يا دكتور محمود؟ ما هو مش مفهوم يعني، يعني ايه يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ والله بجد يعني اتنين يعني ايه يا فندم؟ فارجوك فسر. انا مستغربه جدا يعني، مش مستغرب معايا. انا بطلت انا عايز الساده المشاهدين مستغربين برضو والله. معلش عشان نبسط المعلومه بس ارجوك. احنا بنقول ان الهواء اللي بيخش او الكتله الهوائيه اللي بتخش على جمهوريه مصر العربيه حسب مصدرها جاي منين. يعني لو كتله هوائيه مصدرها جاي من ليبيا او من الجزيره العربيه، وبرضه الجزيره العربيه بتختلف شمال الجزيره العربيه ولا جنوب الجزيره العربيه. يعني الكتله الهوائيه من هذه المناطق، المناطق دي طبعا مرتفعه في درجه حرارتها. انما لو عبرنا البحر المتوسط وطلعنا على اوروبا سواء كان غرب اوروبا او شمال او شرق اوروبا، الكتله بتختلف خالص. فالكتل الهوائيه اللي في 48 ساعه طول النهارده وبكره دي جايه من الصحراء الغربيه وشرق ليبيا، طبعا الكتله مختلفه. انما اعتبارا من يوم الجمعه هنلاقي كتله هوائيه جايه من شرق اوروبا. تمام. طبعا الكتله الهوائيه اللي جايه من شرق اوروبا تيجي بالسلامه بقى. هي دي طبعا اللي هترجع لنا الاجواء تاني. يعني فلنكتفي بهذا القدر من الاجواء الصحراويه. عايزين حاجه من روايح اوروبا يا فندم؟ عايزين حاجه من روايح اوروبا باذن الله ان شاء الله. ربنا يصلح الاحوال. سعداء جدا. ممكن يكون لحضرتك ممكن يكون معاه فرص لامطار خفيفه على السواحل الشماليه تاني. الخميس وجمعه، الخميس على السواحل الغربيه، الجمعه على رشيد، بلطيم، جزء الشرقي في مصر برضو، بورسعيد، العريش، رفح. هذه الاماكن برضو سقوط امطار خفيفه كده مع تغير الكتل الهوائيه. تمام. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. شكرا جزيلا لحضرتك. انا بلطيم بقى. انت مش مكتوب لك تطلعي بالحته المنك بقالك فتره؟ ولا مره طبعا. يلا خير خير.